زابين تونس ملايف. منطقة سقوية من عام 1966 الله يرحمه الحبيب بورقيبة أنشأ هالمنطقة السقوية باش الناس تتزق فيها. المنطقة السقوية تحاذي هالمقطع هذية 600 متر. المواطنين ما ثماش مقطع مشروع المشروع المقطع خذا ترخيص من شكون؟ مازال ما خذاش ترخيص هذيك المقطع. انا جاي نفهم داخل على الجبل خذا ترخيص من وزارة التجهيز ناخذوا الاشغال التحضيرية من فتح مسلك ما غيره. لكن السيد بدا في الاشغال وبدا في الاستخراج وخرج 25 بلوك. اللجنة الوطنية المقاطع مازالت ما نعقدتش باش تعطي ترخيص لاستغلال المقطع معناها لمدة 5 سنوات. لكن سيد الوزير باعتبار معناها كل تم إثارته من الموضوع خاصة طلبات المواطنين وعديد الأطراف أنه يعني تم مراسلة جميع أعضاء اللجنة من الوزارات والهياكل الموجودة لمزيد دراسة الملف. مش عيب أنه الدول تقترض، بالعكس احنا نشوف الان دول باش تخرج من دائره ما يسمى بالدخل المتوسط الميدل انكم تراب، مصيده الدخل المتوسط، لانه الدوله تبدا من المستوى الفقير باعتمادها على اقتصاديات طبيعيه للمنتجات الطبيعيه، تصل مرحله تجد نفسها تخلص في الديون وما عادش تقدر تطلع للمستوى الاعلى من الاقتصاد. باش تخرج منها تخطط بشكل جيد، المهم تكون المشاريع موجهه للاقتصاد، حاجه الاقتصاد الفعليه. البنك الاسلامي للتنميه لا يمنح قروض لدعم الميزانيات، هذه سياسة، وهذا من اختصاصيات البنك الإسلامي للتنمية أيضا مقابل باقي الديون باقي البنوك المتعددة الأطراف. ما عندوش قروض لدعم ميزانية، قروضه للمشاريع فقط، وتعامله بشفافية كاملة، تتم عملية اختيار المقاول، ما يدفعش المبلغ للدولة، يدفع المبلغ يدفع للمقاول وفق التنفيذ وفق مراحل التنفيذ ولما يقوم البنك بتقييم عملية التنفيذ. الامال كبيره وكبيره جدا، ان شاء الله ما يكونش التفاؤل اكثر من معناها اللي ممكن تحقيقه، لكن اللي يلزم نفهمه انه ستارت اب راهي عقليه قبل ما تكون تشريع وقبل ما تكون اليه.